Alors, salam alaikum khaouti, j'espère que vous allez bien, surtout en bonne santé. Maakoum Amira, ou raakoum sur la chaîne YouTube Learn with Amira. Alors khaouti, toujours en cumulé les cours de l'embryologie. La dernière fois, où est-ce que أنا نحكيو اون جينيرال على لي غاميت بور لو مومون، لان في شابيتر لي غاميت وحكينا على لي سبيرماتوزويد، حكينا على لو ليو دو فورماسيون تاعهم. وقلت لكم بلي ليو دو فورماسيون سي او نيفو دي تيستيكول على مستوى الخصيه، و بلو بريسيزامون يعني لو كان نزيدو ناكدو اكتر وين سي او نيفو، فكروني خاوتي، دي تيوب سيمينيفير. برافو خاوتي. Donc, au niveau des tubes séminifères. Parfait. Tout comme nous. Les interalpha-chaudis, au niveau des tubes séminifères, راح يتكونوا هادو مال سبرماتوزويد. بصح هادو مال سبرماتوزويد ماشي راح يتكونوا هكاك زعما رابيدمون، نو، راح يجوزوا بمراحل. هاد المراحل نسميوهم سبرماتوجينيس. وش معناها سبرماتوجينيس؟ سبرماتو راهي جاية من كلمة سبرماتوزويد نطفة، جينيز معناها لا فورماسيون، يعني راح نقراو على مراحل تشكل النظام. صحيح غاوتي، دوكا حنا نعرفو المكان اللي هو او نيفو دي تيوب سيمينيفا. شوفوا معايا خاوتي، المراحل نقدر نقول لكم بلي عندنا حوالي 5 مراحل. وي مي دوك انايا سي نبسطهم لكم بطريقة افضل. شوفوا معي، اول حاجه عندنا مرحله واسمها لام، هذو ما كامل يصراو في التستيكول في لي تيوب سيمينيفير. صحيح خاوتي، صح. حنا ما لازمش تعرفوا، بون ما لازمش ديروا في بالكم بلي النطفه شغل ديريكتومون تكون نطفه بهذا الشكل، لا لا خاوتي، في الحقيقه هي تكون خليه مدوره سبحان الله وجزء مراحل باش تولي هكايا. وديروا في بالكم باللي لازم عليها تتكاثر وتضاعف باش يتشكلوا بزاف نطاق، باسكو النطاق يتشكلوا بالملايين في النهايه. اوكي، يعني كل ما يتم خروج النطاق اعزكم الله يتم خروج النطاق بالملايين. اوكي، بينما البويضه في الشهر تخرج بويضه واحده. هذه لا ديفيرونس بين البويضه والنطفه. دونك نشوفوا المراحل تاع تشكل النطاق. اولهم سي لا مولتيبليكاسيون. واش معناها مولتيبليكاسيون؟ سهله، التضاعف. اوكي، مولتيبليي سا دير رانا نضاعفو. لا مولتيبليكاسيون خاوتي معناها تكون كاينه عندنا خليه بدائيه وهي البدايه تاع النطفه، يعني النطفه قبل ما زعما حنا نقولوا بالدارجه النطفه قبل ما تتطور، تكون واسمها سبرماتوغوني، وتكون عباره عن تنين نوم صبغي. سبرماتوغوني هذه راح تجوز اول مرحله اللي هي مرحله لا ملتيبليكاسيون. خاوتي لو كان نفكركم نقول لكم ما هو الاصل تاع سبرماتوغوني، شرحت لكم في الكور اللي فات، هيا هكا تعرفوا اسكو راكم تركزوا ولا لا. الاصل تاع سبرماتوغوني وشنو هو؟ منين جاونا هذوما الخلايا الجنسيه؟ سي لي سيلول جيرمينال بريمورديال. قلت لكم كي سقسوكم على الاصل تاع الخلايا الجنسيه تقول لكم لي سيلول جيرمينال بريمورديال. شوفوا معايا، سبرماتوغوني خوتي تكون كاينة، يعني هي خلية جنسية بدائية بدتني من الخلايا الجنسية البدائية اللي قبلها، تتضاعف يولو كاين بزاف لي سبرماتوغوني وكامل العدد الصبغي تاعهم دوزان، تنين نوم صبغي. هذه أول مرحلة تصرى للنطفة. المرحلة الثانية خوتي نسميوها لاكخواسمون. لاكخواسمون معنى كي نقولو حنايا ساكخوات، واش معناها؟ معناها تكبر. سهلة، سبرماتوغوني هذه خاوتي راح تكبر في الحجم وتولي اسمها سبرماتوسيت ان، ولا زعما نقولوها هي في الحقيقة تجي مؤنث، نقولو سبرماتوسيت اون في الحقيقة باسكو اون سيلول، دونك تولي اسمها سبرماتوسيت اون. وشنو هي هذه سبرماتوسيت اون؟ هي نفسها السبرماتوغوني بصح سمانت. أميرة كيفاش سمعت كيفاش صرا لها هذه لاكرواسمون؟ هاد الخلايا لي سبرماتوغوني راح يتعمروا بالانرجي، راح يتعمروا بالريبوزوم، كي شغل راح كي شغل نوعا ما، ماشي هي 100%، مي كي شغل راح يتمايزوا شويه. دونك شوفوا لو نوايو تاعهم شحال يولي كبير. دونك تصالهم مرحله واسمها لاكرواسمون. دوكا كي كبرت وصرا لها لاكرواسمون ما نقعدوش نعيطوا لها سبرماتوغوني، نبدلوا لها اسمها، نديروا لها اسم يواتيها، نسميوها سبرماتوسيت 1
اون باردون، ولا تقدروا تلقاو خاوتي واسمها اوبسوسيت. استناو تشوفوا اوكسو باردون، راني نتبغي بلا سوري اوكسوسيت فوالا. دونك كي تلقاو اوكسوسيت ولا سبرماتوسيت اون، عرفوا بلي هي النصفه بصح راهي في مرحله لا كواسمون، مازال ما ولدناش نطفه تاع الصح. موراها خاوتي كاين مرحله واحده اخرى واسمها لا ماتوراسيون. لا ماتوراسيون هذه يصراو فيها زوج حوايج. اول حاجه هذيك سبرماتوسيت اون راح تنقسم، اوكي، يعني كل وحده راح تولي زوج. سنتي غميرة مشيت تقسمت مقبل وكاع، وي بصح دوكا تبعوا المراحل، هما جايب هكذا مولتيبليكاسيون لي سبرماتوغوني ضعفوا، اكروسمون لي سبرماتوغوني، هنا رانا راسمين غير وحده بصح هو في الحق يتحولوا كامل، فهمتوني؟ دونك مولتيبليكاسيون كانت عندنا سبرماتوغوني وحده ولاو بزاف، اكروسمون معناها هادوك لي سبرماتوغوني تعمروا بلي ريزيرف ولينيرجي ولي ريبوزوم ولاو خلايا سمان، وبدلنا لهم اسمهم سميناهم سبرماتوسيت اون، ولا قلت لكم تقدروا تلقاوهم اوكسوسيت. نبه انه العدد الصبغي مازالوا 2 نون صبغي، كي راهم خضوره راهم مازال العدد الصبغي تاعهم بون هنا بالالوان، يعني كي داروهم في اللون الاخضر اعرفوا باللي مازالهم كاع 2 نون في هذه المراحل. ابخي راح ندخلوا في مرحله جديده واسمها لا ماتوراسيون. لا ماتوراسيون معناها هذه سبرماتوسيت اون راح تنقسم وتولي تمد لي زوج خلايا واسمهم خاوتي سهله سبرماتوسيت 2. تري بيان، ملي كان عندي سبرماتوسيت 1 كانت سمينه، كي شغل قلنا لها ما تقعديش سمينه لازم تقسمي على زوج خير، رجعت سبرماتوسيت 2 عطاونا زوج خلايا لي سبرماتوسيت 2، مازالوا العدد صبغي 2. ابخي هادوما لي سبرماتوسيت 2 خاوتي راح يزيدوا ينقسموا باش يولوا اسمهم سبرماتيد. بصح هنا كاينه حاجه تتبدل، العدد الصبغي حتى لهنا راهو 2 نون، بصح لي سبرماتوسيت 2 كي كل وحده فيهم تنقسم على زوج وتمد لي سبرماتيد، سبرماتيد العدد الصبغي تاعها نون، تسمى زعما هذه كانت 2 نون كي تقسمت على زوج، هذه نون وهذه. هاي خاوتي دونك وسهلا انت غاميرة ما فهمناش كومبلي، ماشي كومبليكي خاوتي ما كنستاهل اكثر من هذه. شوفوا معايا واش راني قريت ما فهم. حنايا قلت لكم باللي النطفه تجوز بمراحل باش تولي بهذا الشكل، صحيح باش تولي نطفه متطوره، وقلت لكم باللي هذه المراحل وين يصراو، يصراو في التيستيكول، يعني يصراو على مستوى الخصيه صح، وين بدات يصراو في لي تيوب سيمينيفا. اوكي، يعني شغل لوجيكمون لازم تعرفوا بلي النطفه تكون خاليه بدائيه، وفي هادو مالي تيوب سيمينيفاغ راح تتطور باش تولي سبرماتوزويد بهذاك الشكل النهائي تاعها وباش تروح للبويضه وتلقحها. اوكي، عندكم حاجه برك واحده اللي تشفوا عليها انها تدوز بمراحل باش تتطور، نحفظوهم هذه المراحل. عندنا اربعه، لا ملتيبليكاسيون، لا كرواسمون، لا ماتوراسيون، اي لا ديفيرونسياسيون. هذه دوك نفهم بون. لا ملتيبليكاسيون سهله، واش يكون اسمها النطفه راهي بدائيه، دونك واش يكون اسمها، اسمها سبرماتوغوني، عدد الصبغي تاعها شحال 2 نون صح. المرحله اللي موراها واش دير، لا كرواسمون. واش معناها لا كرواسمون مدام؟ سي تو سامبلومون سبرماتوغوني هذوك قسمو بون عفوا نعاود، دونك قلت لكم المرحله الاولى واسمها لا ملتيبليكاسيون تضاعف لي سبرماتوغون، ولو عندي بزاف لي سبرماتوغون. المرحله الدوزيام سي لا كرواسمون. لا كرواسمون معناها هادوك لي سبرماتوغون اي سو سون رومبلي، تعمروا باش بلي ريزيرف لي هما لي ريبوزوم لينرجي، وتحولوا الى سبرماتوسيت اون، ولا اسمو سبرماتوسيت اون، ولا قلت لكم نقدروا نقول لهم اوكسوسيت اون. بارفي. ابري خاوتي هذيك الاوكسوسيت اون ولا سبرماتوسيت اون راح بدورها تدخل في مرحله جديده اللي هي لا ماتوراسيون. لا ماتوراسيون خاوتي معناها شاك سبرماتوسيت اون راح اول حاجه تنقسم، صرا لها ميتوز، ميتوز ميتوز معناها تنقسم، تنقسم وتولي عباره عن سبرماتوسيت 2
Voilà. Spermatocyte 2, mazel hatni mousabri. Toujours. Ouais. Après, avec spermatocyte 2, khawti, راح دير بون هذيك سبرماتوسيت 2 راح تزيد تنقسم وتولي سبرماتيك. ومن بعد هذوك لي سبرماتيد الخلايا مدورين راح نشوفوا ابري باللي راح يديروا تغيرات في الشكل تاعهم. فوالا باسكو هذه سبرماتيد راح نديروا تغيرات في الشكل تاعها باش تولي سبرماتوزويد. هذه هي المرحلة اللي نسميوها لا ديفيرونسياسيون. هذه كاع مازال ما حكيتش عليها، علاش راني نعاود لكم برك باش نسهل لكم الاستيعاب وباش تشفوا عليها. دونك سبيرماتو بون لا سبيرماتوجينيز، اي راجعوا معايا. لا سبيرماتوجينيز هي مراحل تشكل النطفه، وين تصرى في التستيكول، وين تصرى في لي تيوب سيمينيفير، او نيفو دي تيوب سيمينيفير، وتصرى بأربع مراحل نقدروا نلخصوهم في سوفيكس مامد. مامد ملتيبليكاسيون اكرواسمون ماتوراسيون اي ديفيرونسياسيون. واش تتلقى اسماوات النطفة في هذه المراحل؟ تكون اسمها سبرماتوغوني، تولي سبرماتوسيت اون، تولي سبرماتوسيت دو، تولي سبرماتيد، وتولي سبرماتوزون. هيا ديروا الملخص تاعكم، ديروا بوز وديروا الملخص. الو خوتي، هنايا خوتي رانا كاتبين واش كان لازم يصرا في سبيرماتوجينيز، مي انا راح نعطيكم مختصر المفيد، ما تكتبوش هادو كاع ولا ما تبازيوش على هادي كاع. بون لا سبيرماتوجينيز وشنو هي؟ سي لو بروسيسوس كومبلكس دو فورماسيون دي سبيرماتوزويد ماتشو، وين تصرا دون لي تيستيكول. صحيح هادي حفظتوها دوك. اول مرحله تصرا، انا ما نهضرش على لا بروليفيراسيون اي تو، اول مرحله نهضروا ديريكتومون لا ملتيبليكاسيون دي سبيرماتوغوني. معناها تكون عندنا خليه واسمها سبيرماتوغوني، راح تصرى لها دي ديفيزيون سيلولار، راح تنقسم. علاش راح تنقسم وشنو هو الهدف؟ سي بور اوغمونتي لو نومبر، باش تولي بزاف. اوكي، كاينه حكمه سبحان الله خاوتي، شوفوا هنايا قال لك سيغتان غيست دي سبيرماتوغوني بور مانتينير لو ستوك دو سيلول سوش، tandis que d'autres deviennent des spermatocytes primaires. شوفوا معايا دوك نفهم. دوك هنا سبحان الله كانت كاينه خليه واحده سبرماتوغوني وتقسمت، ولاو بزاف لي سبرماتوغوني. ديروا في بالكم سبحان الله خاوتي، ماشي كاع هاد لي سبرماتوغوني راح يتم الاستهلاك تاعهم في ضربه واحده ويتحولوا كاع الى دي سبرماتوسيت اون، ومن بعد كاع الى دي سبرماتوسيت دو، ومن بعد كاع الى دي سبرماتيد، ومن بعد كاع الى دي سبرماتوزويد. لو كان هكذاك سبحان الله، لو كان هكاك تسمى يتم انتاج النطاق في خطره واحده في العمر وصاي. بينما احنا على بالنا بلي عند الرجل يقعد انتاج النطاق حتى الممات، يعني دونك هنا خاوتي راهم يقولوا لكم بلي لي سبرماتوغوني كاين منهم اللي راح يكملوا يتحولوا الى دي سبرماتوسيت اون، باغ كونطخ كاين منهم اللي راح يكونوا ستوكي. ستوكي معناها راح يتخباو باش لا بروشين فوا يزيدوا ينقسموا منهم ويتضاعفوا، جزء منهم كيف كيف يكمل وجزء يتخبى، وهكا كل مره يتم انتاج النطاف يكون كاين دي سبرماتوغون، شغل لا يتم استهلاكهم خطره واحده. هايليك. Alors, certains restent des spermatogonies pour maintenir le stock de cellules souches, tandis que d'autres deviennent des spermatocytes primaires. قال لك البعض منهم راح نخبوهم، اوكي، راح pour maintenir le stock de cellules souches، يعني راح يتخباو باش يقعدوا في الستوك باش يتم استعمالهم المره الجايه والمرات الجايه، بينما الاخرين لا راح يتحولوا الى دي سبرماتوسيت اون. صحيح. الو نظن خاوتي بلي قلت لكم كاينه حاجه غلطت فيها شفويا وانا نشرح. الو قلت لكم لا ملتيبليكاسيون فهمتوها، لا كروسمون فهمتوها، لا ماتوراسيون نظن بلي غلطت وقلت لكم بلي تصرا ميتوز، مي نورمال، ماشي مشكل، ماشي غلطه كبيره، باسكو دوك نصحوها، وبالعكس هذه سبب باش نفهمكم تري بيان ما هو الفرق بين لا ميتوز ولا ميوز اللي راح نحكي عليها دوك. الو لازم ديروا في بالكم بلي كاين باردون الو لو ستيلو تري بيان بلي كاين لا ميتوز صح، وكاين حاجه نسميوها لا ميوز.
صح. لا ميتوز خاوتي هي كي ينقسموا الخلايا، اوكي، ويقعد العدد الصبغي تاعهم نفسه. شوفوا كيما هذه سبرماتوغوني، هذه راهي اثنين نون، كي تقسمت واش عطات لي زوج خلايا؟ اثنين نون. زوج خلايا كي زادوا تقسموا واش عطاو لي؟ اثنين نون. هنايا اثنين نون، هنايا اثنين نون، دونك هادو كاع اثنين نون. هنا نقولوا في لا ملتيبليكاسيون وصرات، صرات ميتوز، معناها انقسامات بدون انقسام العدد الصبري. اوكي، خير. باغ كونط خاوتي في المرحلة تاع لا ماتوراسيون، هذه اشوفوا لي عليها باسكو نسحقوها كي نكون حنحكي لكم بانيت على الجامات فيمال. باغ كونط في المرحلة تاع لا ماتوراسيون بركة، في المرحلة تاع لا ماتوراسيون برك سهلة باش تجيكم سهلة، ما نقولوش تصرى لا ميتوز، لا لا نقولوا تصرى لا ميوز. أميرة واش معناها لا ميوز؟ ألوغ شوفوا معايا، لا ميوز سي دو ديفيزيون سكسيسيف، يعني هما انقسامين متتاليين. لا بروميير إيديت ريدوكسيونيل، إي لا دوزيام إيديت إيكواسيونيل. الأولى نقولوا عليها اختزالية، والثانية نقولوا عليها متساوية. هذه سهلة خاوتي، نقولها لكم بالعربية. لا ميوز هي انقسامين متتاليين، الأول اختزالي والثاني متساوي. واش معناها؟ معناها في الحقيقة نديرو لو طابلو بلون تاعنا. اكسكوزي موا ابارامون تكوبات خاوتي، جو سوي دو روتور. دونك سي جوست بور اوفرير لو طابلو بلون. تري بيان، دونك قلت لكم خاوتي لا ميوز واش معناها؟ معناها تكون عندي سبحان الله خلية واحدة، ياك العدد الصبغي تاعها مثلا اثنين نون. اوكي، زعما هنايا حنايا نديرو اثنين نون تساوي أربعة، صح. كي دير لا ميوز واش معناها؟ راح أول حاجة دير انقسامين، تسمى نرسم خليتين، هذا الانقسام الأول، وهذه الخليتين هما بروحهم راح يزيدوا وينقسموا إلى خليتين وحدوخرين، هذا يسي الانقسام الثاني، صح. هذه واسمها خاوتي ميوز. سي دو ديفيزيون سوكسيسيف، لا بروميير الي ريدوكسيونيل اي لا دوزيام الي ايكواسيونيل. الاول نسميوه اختزالي والثاني متساوي. واش معناها اختزالي؟ معناها الخلية الأولى كي راح تنقسم راح تعطيني خليتين، بصح العدد الصبغي تاعهم نون ماشي اثنين نون، دوك صاي دوك هادو هما اللي خرجوا جدد، العدد الصبغي تاعهم نون، بصح نون شحال تساوي؟ هنا نون تساوي اثنين وهنا نون تساوي اثنين، تسمى سبحان الله تقاسموا هذيك الربعة. وفي الانقسام الثاني اللي هو المتساوي ايكواسيونيل بالفرنسي، واش راح يصرى؟ راح يعطيني اربع خلايا، حتى هما تلقاو مكتوب فيهم نون، صح. كل نون شحال تساوي؟ هيا سهلة خاوتي، هذه عندها ان تساوي اثنين، كي تنقسم الى زوج تمد لي ان تساوي واحد وان تساوي واحد، وهذه عندها ان تساوي اثنين دونك تمد لي ان تساوي واحد وان تساوي واحد. سما هنا واش معناها؟ معناها هذه هي لا ميوز، انطلقنا باثنين نون تساوي اربعة ولحقنا الى اربع خلايا كل وحدة فيهم نون تساوي عفوا واحد. أميرة فهمينا وش العلاقة هذه بالكور اللي أنا نقراوه؟ يعني تو سامبلومون اشفوا لي باللي راه تنين نون، نقول هنا باش نكون مهنية باللي فهمتكم هاد لابارتي تخي بيان. شوفوا في لا ملتيبليكاسيون راهي تنين نون، وفي لا كرواسمون راهي تنين نون، بصح في لا ماتوراسيون دوك نبدلو شوية. شوفوا معايا واش يصير. اول حاجه كي نبداو لا ماتوراسيون واش تكون عندنا؟ تكون عندنا سبرماتوسيت اون، ياك. في لا ماتوراسيون واش راح دير؟ راح تنقسم وتمد لي دو سبرماتوسيت دو، هادو هما سبرماتوسيت دو ديجا راح نقسم العدد الصبغي تاعهم. سيري انت اميره ماشي مقبله تقولي لنا تبدل وما يتبدلش، لا لا خاوتي انساو لي مقبل واشفوا لي دوك برك على حاجه باش نفهمكم بيها، يعني راني حابه نضرب عصفورين بحجر كيما نقول، راني حابه نعرفكم باللي في لا ماتوراسيون صرا لا ميوز، ونفهمكم وشنو هي لا ميوز وما هي المراحل تاعها. وسالي ندير اه ساي دونك اميره
حسب واش رانا نفهمو معاك قبل لا ماتوراسيون، نقولو بلي العدد الصبري 2 نون، بصح من لا ماتوراسيون روح ينقسم العدد الصبري. تخيل المعلومة الثانية اللي علمتيها لنا بلي في لا ماتوراسيون تصرى حاجة واسمها لا ميوز. تخيل شوفوا برك معايا كيش تصرى. سبرماتوسيت ان هنايا مثلا راهي 2 نون كيف كيف تساوي 4. انقسمت خاوتي الى 2 سبرماتوسيت 2، سبرماتوسيت 2 نون شحال تساوي؟ هيا انتم الشاطرين قولوا لي نون شحال تساوي؟ نون تساوي 2. برافو بارك الله بكم، نون تساوي 2. ومن بعد هاد سبرماتوسيت 2 راح تزيد تنقسم الى 2 سبرماتيد، وسبرماتيد شحال عدد الصبغي تاعها؟ نون تساوي 1، نون تساوي 1، نون تساوي 1، ونون تساوي 1. ماذا بيا تشفاولي بلي في مرحلة لا ماتوراسيون تصرى لا ميوز، وهاي لي كيفاش ينقسم لعدد الصبغي. علاش راني نأكد؟ باسكو من بعدها راح نقراو حاجة اسمها لوفوجينيز. لوفوجينيز معناها لا فورماسيون تاع البويضات، وراح تشوفوا بلي المراحل متشابهة، ما عندناش برك هذه المرحلة بابا. يعني في مرحلة تشكل البويضة عندنا ملتيبليكاسيون اكواسمون وماتوراسيون، هذا ما كان. وراح نعاود لكم ابري باللي في لا ماتوراسيون حتى عند البويضة راح يصرى لها لا ميوز. دونك تعرفنا في نهاية هذه الحالة على نوعين من الانقسامات، الميتوز والميوز. الميتوز هي الانقسامات بلا ما يختزل العدد الصبغي، بينما الميوز هي الانقسامات باختزال العدد الصبغي. أميرة المرحلة الأخرى هذه كان حكيتيناش عليها. المرحلة الأخرى خاوتي سي لا ديفيرونسياسيون. لا ديفيرونسياسيون هي ما انقسام ما غيان دو تو. لا ديفيرونسياسيون سي تو سامبلومون هادوك لي سبيرماتيد. دوكا شوفوا سبحان الله، نقول لكم دائما كيما كنت نشرح لهم في لي كور، كنت نقول لهم باللي لي سبيرماتيد راهم رايحين يتلاقاو بالبويضة. اوكي دونك لازم يعجبوا البويضة، صح؟ لي سبيرماتيد باش يعجبوا البويضة لازم يبدلوا لاباي تاعهم والعقلية. علاش راني نهضر بهذا اللونجاج ماني فاهمكم؟ سي جوست باش تقع لكم المعلومة مرسخة، هذا ما كان. دونك لي سبيرماتيد يبدلوا لاباي، معناها راح يبدلوا الشكل تاعهم ويبدلوا العقلية، يعني ما راح يبدلوا لو نوايو تاعهم. صحيح. وهذه هي المرحلة تاع لا ديفيرونسياسيون، نسميوها بالعربية التمايز، يعني التحول من هذا الشكل إلى هذا الشكل. ا كونديسيون لازم تشوفوا لي حاجه، لا ديفيرونسياسيون هي التغير تاع الشكل والعقليه، يعني راح يصراو دي شونجمون. اسمعوني مليح، شونجمون تاع لا فورم وتاع لو نوايو، هذا ما كان، ما يصرى لا انقسام لا ريان دو تو. شوفوا معايا. الو خوتي، هذه هي لا ديفيرونسياسيون. تقدروا تلقاو اسم واحد اخر في بلاصه ديفيرونسياسيون، البروف تقول لكم سبيرميوجينيز. سبيرميوجينيز ماشي سبيرماتو، باسكو سبيرماتوجينيز هي المراحل اللي كنا نجاوبو بها من قبل، هذه سبيرميوجينيز هي اخر مرحله، هي لا ديفيرونسياسيون. سي لا ترانسفورماسيون تاع لي سبيرماتو تاع لي سبيرماتيد اون سبيرماتوزويد. شوفوا معايا خوتي، هيا نبداو نديرو التحليل. سبيرماتيد كانت اون سيلول اروندي، اوكي شوفوا كيفاش راح تولي اون سيلول ايفيلي، تولي طويله. واش راح يصرى لها؟ قال لك اول حاجه تصرى لها لا غي اورغانيزاسيون دو نوايو. لو نوايو تاعها راح يغير شويه من الشكل تاعو باش يولي هكا، يولي صغير. اوكي دونك واش راح يصرى؟ صرا اون ايلونغاسيون نوكليير، معناها النوايو يكون اروندي، يكون مدور. il va كيما نقولوا سالونجي، راح شغل راح يولي الشكل تاعو طولي نوعا ما. هاي هنا تبان تخيل. دونك اول مرحله في لا ديفيرونسياسيون سي لا ري اورغانيزاسيون دو نوايو، لو نوايو يسقم روحو بار ايلونغاسيون نوكليير، معناها يبدل الشكل تاعو الى شكل طولي. نقدر نقول لكم حاجه واحده اخرى تصرى، ما راهمش كاتبينها هنايا، سي لو رومبلاسمون. قلت لكم تقدر تصرى حاجه واحده اخرى نقدروا نزيدوها هنايا، سي لو رومبلاسمون دي زيستون بار دي بروتامين. واش معناها؟ لو نوايو الداخل خاوتي يكونوا فيه واحد البروتينات اسمهم الهيستونات، بالك تعرفوهم داخلين في لادير.
هذوك اللي هيستوريات شغل جايين كبار في الشكل تاعهم، دونك راح يبدلهم سبحان الله ببروتينات عندهم نفس الدور بصح جايين صغار اللي هما لي برو تاع ميم. دونك نقدروا نقولوا لو نوايو راح يستصرا له لونكانيزاسيون تاعو بزوج حبايس، لي لونغاسيون اي لو رومبلاسمون دي زيستون بار دي بروتامين. دوك نفهمكم تاني كيف. دوكا مثلا خوتي حنايا عندنا اون شومبر ورانا حابين نديرو لها لوغانيزاسيون تاعها، رانا حابين نسقموها باسكو راه فيها الضيق، لوجيكمون راح تخرجوا كل حاجه كبيره وتبدلوها بحاجه صغيره بصح عندها نفس الدور. اوكي مثلا خوتي تكون عندكم خزانه بصح كبيره، تبدلوها بخزانه صغيره بصح فيها لي زيتاجير مثلا اكثر. دونك هذا واش معناها لو رومبلاسمون دي زيستون، راح نبدلو بروتينات واسمهم الهيستونات ببروتينات واسمهم لي بروتامين عندهم نفس الدور برك جايين صغار باش يشدوا لنا مساحه اقل، باسكو سبيرماتوزويد لازم في النهايه يلحق لهذا الشكل. اوكي النقطه الثانيه اللي تصرا سي لا ميزون بلاس دو لاكروزون. لا ميزون بلاس دو لاكروزون معناها تشكل لاكروزون. لاكروزون صوتي هو هدايا الشابو، شابو اللي راه بالاحمر، شوفوا الاحمر هدايا، هدايا الشابو اللي يجي من فوق. سلام زي غاميرا وشنو هو لا كروزون؟ كوم سي سبحان الله خاوتي لو نوايو يلبس ان شابو، شوفوا شوفوا هناك شي بان تخي بيان شوفوا. اي اوكي اميره بصح علاش يلبسوا؟ سي باش يحميلوا المعلومه الوراثيه تاعو، باش نحميو لو نوايو، هذه اول حاجه. والنقطه الثانيه لا كروزون هذا فيه واحد الانزيمات راح يعاونونا في لا فيكونداسيون، يعني كي النطفه هذه تروح تتلاقى بالبويضه سبحان الله خاوتي شوفوا ربي سبحانه كيش خلق كل حاجه، عبالكم راكم في سبيسياليتي روعه فريمون. سبحان الله النطفه كي تروح تتلاقى بالبويضه، عبالكم بلي البويضه كي شغل تكون دايره دي باريير، يعني شغل عندها شحال من جدار داير عليها. النطفه كيفاش تقدر تتخطى هذوك الجدران كامل وتدخل للنواه؟ سي بفضل واحد الانزيمات يكونوا داخل هذا لاكروز. دونك لاكروزوم يعاوننا بو بروتيجي لو نوايو، وثاني il contient دي زونزيم اللي راح يعاوننا في لا فيكونداسيون. صحيح طيب بون كي يقولوا لكم كيفاش يتشكل لاكروزوم، هنا سي اون كيسيون اللي نحبها بزاف. لاكروزوم كيفاش يتشكل؟ سي بار ميغراسيون دي فيزيكول جولجيان. شوفوا معايا لازم تعرفوا بلي في نهايه الامر هذا النطفه هي خليه، صح؟ الخليه فيها الميتوكوندري، فيها الريبوزومات، فيها جهاز جولجي مثلا. اوكي دونك هذه الخليه برك هي نطفه، دونك هاد النطفه لاباري دو جولجي تاعها راح تخدم دي فيزيكول، راح تخدم حويصلات. لو فيك راهم جايين من جولجي سميوهم لي فيزيكول جولجيان، هادوك الحويصلات هما اللي راح يتحدوا ويشكلوا لي لاكروزوم. دونك انا نقدر نسقسيك نقول لك منين جاني لاكروزوم، كيفاش تشكل لاكروزوم؟ قولوا لي سي بار لا ميغراسيون دي فيزيكول جولجيان، يعني انطلاقا من الحويصلات الجولجيه. تاي خاوتي تري بيان. عندكم حاجه واحده اخرى هنا ثاني ما كتبوهاش، نقدر نقولوا غي اورغانيزاسيون دي ميتوكوندري. شوفوا هنا يا خاوتي هادو هما اللي راهم بالصفر، هادو ميتوكوندري راهم كي شغل مستفين باش اوليو ما يكونوا مخنطين وكل وحده وين راهم، هنا ثاني راهم يبانوا بصح ماشي بزاف. هنا خاوتي الميتوكوندري كل وحده وين راهي موزعه، سبحان الله يا خاوتي شوفوا يترتبوا كامل يديروا اون سيغتان اورغانيزاسيون باش ما يشدوش بلاصه، سبحان الله. وعندكم تاني تخاوتي راح اسومبلاج دي ستركتور دو لا كو دو لا كو عفوا راح تتشكل لنا لا كو. لا كو هي هاديه تاع النطفه، لو رول تاعها شنو هو؟ لو رول تاعها سي تو سامبلومون لو ديبلاسمون، هي اللي تعاون النطفه باش تديبلاصه. صاي خاوتي تري بيان سي كلير. ايا ما تنسونيش من صالح الدعاء تاعكم، راح نحبس لا فيديو هنايا وراح نزيد ندير اون بارتي واحد اخرى. ما تنسونيش من صالح الدعاء تاعكم وبارطاجيو باش نزيد نكمل لكم ان شاء الله لي زوتر فيديو. شكرا على حسن الاستماع والسلام عليكم ورحمه الله.